تعالوا نروح نستعرض مع حضراتكم أبرز الأحداث النهاردة. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمدينة العالمين هتشهد فعاليات جديدة من سباقات الهجن على أرضية ميدان السباقات بقرية سيدي عبد الرحمن، وبلغ عدد الهجن المسجلة نحو 1600 هجن هتخوض المنافسة، وبتتضمن الانطلاقة في الفترة الصباحية 10 أشواط، ثم بتتواصل في الفترة المسائية بتسع أشواط. النهاردة وفقاً لما كشفت عنه إدارة مهرجان العالمين، هيتم تقديم حفل للاحتفاء بموسيقى الموسيقار بليغ حمدي على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في مدينة العالمين الجديدة، وبتقدمه الفرقة المصرية للموسيقى العربية ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العالمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. سباقة متنوعة من أشهر أعمال بليغ حمدي منها التوبة، جانا الهوى، وسواح. النهاردة أيضاً هيقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان 23 يوليو يوم له تاريخ، وده في 7:30 بمركز الهناجر للفنون. بيتخلل الملتقى فقرات غنائية بتقدمها فرقة كنوز بقيادة المطرب الكبير محمود درويش، اللي بيجدو بباقة من أجمل الأغاني الوطنية اللي أرخت لهذه الثورة المجيدة.